السلام عليكم أصدقائي وحبايبي، وياكم مصطفى من ألمانيا. أصدقائي طبعا اليوم صارت وياي حادثة بالشارع، وحبيت أشرح لكم هذه الحادثة اللي صارت وياي بالشارع. طبعا الحادثة جدا مؤلمة، وراح أتكلم يمكن بكلام شوية سيء، اعذروني، يعني راح أشر بإيدي وراح أسولف لكم السالفة اللي صارت وياي اليوم، فأتمنى تقبلوها وتسمعوها. طبعا هي الحلقة الشرح مالتي على النازية والمتخلفين اللي بألمانيا اللي بعدهم، يعني الناس النازية الحقيقية شفتها بعيني اليوم. وهي اليوم أنا كنت يوم أصدقائي، طبعا أنا دا أدرس طبية، أسولف لكم بها بعدين إن شاء الله عليها، دا أدرس طبية أروح كل أسبوعين أو أسبوع نلتقي أنا وأصدقائي، نروح نقعد ندرس وبعدين أرجع لبيتي. وهذا طبعا واحد من أصدقائي اللي رحت لليوم هو عايش بمنطقة اسمها كوبينيك برلين. كوبينيك هاي المنطقة هي اللي بيها الناس اللي مو زينة، أنا ما ردعت كلمة النازية كل شوية لأن خاف ممنوعة باليوتيوب يصير لي مشكلة. المهم، لأن احنا هنا بالمانيا تعرفون ممنوع تقول نازية، ممنوع ترفع الإيد، هاي السالفة مال شو اسمه هذا الرجال الهتلر وهاي السوالف، هاي ممنوع كلها تحكيها يعني بالمانيا، تجينا غرامه. بس باليوتيوب ما اعرفها انا، لذلك ما راح الفظ الكلمه كل شوي. المهم، فاصدقائي انا كنت رايح لصديقي اللي هو قلت لكم عايش بكوبينيك، فانا رايح له، خلصنا ودرسنا وبعدين ارجع للبيت. دا ارجع للبيت فبالقطار قاعد دا احكي ويا واحد بالموبايل، صديقي دا اسولف له اقول له ايش سويت اليوم، ايش درست وكذا. ليش ما يتعدى واحد من يمي على اليمين ويحكي ويباوع له هيك معصبي، يعني ابن الكلب ابن النعال ابن يفشر بالالماني. طبعا انا اعرف افتهم الماني كلش زين الحمد لله والشكر. فانا باوع له ويسوي له هيك بيده، يسوي لي هاي العلامه يعني اللي هي فك يو، يعني تعرفون شنو فك يو. هاي عندنا بالماني من واحد يسوي لك هيك، هاي الاشاره اللي اشرت لكم اياها، هاي بمعناها انه اريد اتعارك وياك، تعال تعارك وياي، هاي هي. فانا ده هذا سديت الموبايل، ما كملت كلامي ورجعت قلت له هاي حطها شو اسمه، رديت عليه قام قال لي كلمه اكبر منها وتعاركت وياه بالقطار. طبعا انا العفو مو بالقطار وانما بالمحطه مال القطار، القطار بعده ما جاي. فقمنا واحد يغلط على الثاني، بعدين قلت له ترى اقوم اضربك، يعني اروح اضربك وصير عركه. بعدين الصراحه يعني فكرت انا دائما من اتعارك انا احب العرك، يعني الصراحه لانه هم ذول الالمان هيك ما الواحد تعارك وياهم بس مو خوش اوادم. طبعا مو كلهم، احنا ما نحكي عليهم كلهم، يعني ربعيتهم ربع منهم، يعني خلينا نقول 10% هم المزينين، البقيه كلها زينين الحمد لله والشكر ماكو مشكله. فردت اقوم اضربه اتعارك وياه، هو يريد واحد يتعارك وياه وخاصه لاجئ يقول لك يتعارك وياي حتى اورط فد ورطه من هاي الزينه حتى يرجعوا لاهله لو شو يسووا له يرجعوا البلد او كذا. فانا هاي الحلقه سويتها حتى اشرح لكم شلون انا صبرت، والله العظيم يعني فشر علي وغلط وسوالف والعالم قمت باوع وانا ما مسوي له شيء، قاعد العب احكي موبايلي لا حاكي وياه لا يمه لا هذا. ف شو اسمه أرد أقوم أضربه، بعدين قلت لك مصطفى أنت يعني صار لك 5-4 سنوات دا أبني مستقبلي، واصل في مكان كبير ودا أدرس وبجامعة هسه الحمد لله والشكر وطبية وكذا، أروح أدمرها أضرب هذا وتجي الشرطة وتصير مشكلة على شنو؟ قلت خلي عوفه هو والله الله يجاوبه شو تسوي له. فوالله يعني مسكت نفسي مسكة من هاي القوية وعفته، يعني قلت هو والله شو اسوي له، والا اني قلت اضربه يعني من سبني وقام يسوي لي بيده هيك هاي السوالف. من قمت اغلط عليه يمشي بالبايسكل، هو كان عنده بايسكل يمشي ويسب واقول له انت، ويقول لي انت يعني مو انت وانت، وانما يسب سب والعالم تباوع وانا استحي، يعني واحد يفشر عليك تعوفه تتعارك وياه شان بالعراق ومكاتل تصير. بس قلت لك حرامات يعني اعوف، قلت بقلبي حرامات يعني راح اتعارك وياه واضربه ويدمر مستقبلي، وهنا ذا جت الشرطة ياخذون هوية الواحد
وياخذون هويته هو وياخذون هويتي ويسجلون اثنيننا، وانت بس تروح الهويه مالك للشرطه يعني صارت مشكله، ياخذون هويتك ويكتبوا لك سجل يفتحوا لك جديد مال واحد متعارك يا واحد ومدري شنو وسوالف تعبانه مو زينه. ف قلت اعوف وشف تشف الشرط شر الشيطان عنه، ظليت بالقطار رحيت افكر ودايخ حيل، ظليت اهدي بروحي. بعدين وراها والله نزلت بالقطار وظليت ادور عليه ادور عليه ما هو، قمت ادور بالقطار من مقطوره لمقطوره ادور عليه ما هو. وصلنا المحطه النهائيه نزلت ادور عليه واصور بالكاميرا، قلت بلكي لازم اصور اراوي للشرطه بس للاسف ما لقيته. بعدين هذا صديقي خابرته وسولفت له، قال لي معود عوفه وتشفى الشيطان وارتاح واسكت. فعفته احنا هنا بالمانيا ما يضربك ما يضربك، يغلط ويصيح، هي هاي العرك مالتهم، يغلط عليك يغلط عليك اذا يريد يعني يحرق قلبك، وانت لازم تغلط عليه بس ما تضربه. وهنا حتى النسوان والرجال يعجيلهم حتى الاطفال واولاء ابهاتهم ماكو ضرب، اصياح وصياح وغلط بس، يعني صيح عليك الصيح عليه، يضربك يغلط عليك تغلط عليه، ضرب ماكو. بس الله يشفيكم الشر، هنا العرب ما شاء الله ما اخذيها لبخ بلخ، هنا العرب واحد ضرب ماكو صياح وغلط، هنا ضرب العرب. وهم اللي قلت لك هسه تخلص من هذا وجيت المنطقة العايش بها انا اسمها نويكولن برلين اللي هي منطقة ساكنين بها عرب والاتراك، قلت لك هذا الشيء تجي من هناك توصل هنا لبرلين لهاي المنطقة العايش بها القى هنا العرب ذول المولودين هنا يهمبلون على العالم ويصيحون صياح وها وما ادري شنو شنو السالفة ايش بيكم يعني، فد زبالة مزبلين الشوارع كلها زبالة، اطفالهم حفاظاتهم بالشوارع يكسرون، يعني هذا الايسكوتر نزلوه الجديد عندنا هنا ببرلين، عندي حلقة سويتها لكم راح انزل لكم اياها، يلزمون الايسكوتر يكسروه لك ايسكوتر وحلو جديد وهذا يعني الايسكوتر الغالي يعني تقريبا يوصل بال 20 ورقه 25 ورقه 30 ورقه، يلزموا يكسرون هاي الشاشه مالته وحتى يروحون يجون ببلاش، لانهم هاي نزلوا الشركه حتى تاجر يعني على الموبايل وبرنامج وتسوي له سكان او شو اسمه ياخذ من عندك يقوم فلوس من الكارت مال البنك او تمشي بي. العرب ذول هنا يكسروه يعني تخلص منك مشكله مال النازيين اجي هنا القى ذول العرب ومشاكل وصياح وهاي شنو هاي، ما تقول لي وين تروح يعني وين ما تروح يلحقك الشرط، شردنا من العراق نجي لالمانيا هم نلقى مشاكل، وين ما نروح نلقى مشاكل يعني والله واحد حار حار شي يسوي. بس هنا عمي بالمانيا هسه زين، بس يعني هاي النازيين ذول الزبايل بعدهم هنا موجودين غير ينقرضون يرحون أنا على ابهاتهم، ولو هم حتى عندهم حق مرات لان هالعرب من يجون يفلشوا لك الشوارع يزبلون الشوارع يعني سكودر كسروه حفاظات وزبايل، طبعا مو بكل برلين بس بمنطقه اسمها نويكولن اللي هي عايشين بيها تقريبا 50% عرب و20% خلينا نقول اتراك والاقليه 30% المان اسمها نايكول، انا جيت بيها حتى اشرد من النازيه لان اكو هواي محافظات مليانه نازيه وتلقى العرب هنا لاعبين لعب، فذول ليش يصيروا النازيين هيجي على مود العرب لان يسوون مشاكل، العرب والاتراك طبعا الاوسلندر احنا نسميهم يعني اللاجئين على مودهم هم هيجي يسوون. فهاي رح اسولف لكم السالفه مع اليوم اللي صار وياي، يعني فد شيء غريب عجيب، لا مسوي لك شيء لا هذا حاط موبايلي ودا اخابر ودا اكتب واتساب بوقت العفو وهيجي يجي يفشر علي، وهذا ليش هذا يقول لي اوسلندر يعني يقول لي انت اللاجئ ليش جاي هنا اطلع روح هيجي يما كان ابننا انا قاعد ودا ادرس جامعه ومخلص اللغه كلها ختمتها والحمد لله والشكر مو مثل باقي اللاجئين يعني كل لاجئين مو كلش بس انا زين الحمد لله يعني واصل مرحله زينه يعني ما تعرف شو ولا يخليك تشرح له لا هذا صياح خذاني وغلط وفشاير بس الحمد لله والشكر اني ما ضربته ولا هذا يعني لو ضربت شا صارت شغلة كبيرة. انا اعذروني يعني مرات انزل لكم كل اسبوع دا انزل بعدين انا الصفحة مالي صار كلش كبيرة، طبعا انا اشكركم جدا 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 لان المشاركات بالقناة عندي صارت 500 مشاركة وانا طبعا المشاركات سادها حتى
الناس يعني ما تشوفها، لان الناس من تشوفها ما راح تعطي مشاركات تعوفها، او يكون يجوز يطون ما ادري، بس انا سادي المشاركات مسويها مخفيه، فاشكركم جدا، صارت عندي 500 مشاركه بالقناه. واتمنى عجبتكم الحلقه مال اليوم، يعني هي انا يعني هذه الحلقه ما اعرف ايش راح اسميها، ارد اسميها يعني اللي هي النازيه بعدهم بالمانيا، بعدهم وشان هذه يسوي لي هذه الحركه، اعذروني، حتى هاي الصوره راح احطها خلفيه للفيديو، بس اعذروني شو اسوي، يعني ما اعرف شو اقول لكم. يلا تحياتي لكم، وياكم مصطفى من المانيا، واذا عجبكم الفيديو او تردون اي فيديو اي حلقه اي شيء اكتبوا لي بالتعليقات. يلا تحياتي لكم، السلام عليكم.